الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يدعو الغرب مجددا إلى تزويد بلاده بمزيد من السلاح من دون تأخير. دعوات زيلنسكي جاءت في اجتماع في ألمانيا لمجموعة رامشتاين التي تضم حوالي 50 دولة تزود أوكرانيا بالأسلحة، حيث أعاد الرئيس الأوكراني التشديد على حاجة كييف إلى أسلحة بعيدة المدى تسمح لها بشن هجوم في قلب الأراضي الروسية. وجود نقص في الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي سيؤثر بالتأكيد على أدائنا في أرض المعركة. نحن بحاجة إلى أن تكون في حوزتنا أسلحة بعيدة المدى حتى نكون قادرين على شن هجوم في قلب الأراضي الروسية. نحن مستعدون لإنتاج أسلحة في أوكرانيا، وحتى نقوم بذلك لابد من وجود التمويل الكافي، فلنعمل جاهدين على تحقيق ذلك ونجبر الروس على مغادرة الأراضي الأوكرانية. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وفي ذات الاجتماع أكد أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا بما في ذلك تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي، لكنه أقر أنه لا حل عسكريا لهذا الصراع. الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعمها لأوكرانيا وتشمل منظومات دفاع جوي. أوكرانيا لديها القدرة على مهاجمة أهداف بعيدة ولديها طائرات من دون طيار، لكن ليس هناك سلاح معين لحسم الحرب، إنما الأمر يعتمد على مجموعة من المقدرات العسكرية والعوامل. هذا الصراع سيحل في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات، لكن من الصعب تحديد الموعد. تطور ملفت آخر نقلته صحيفة الول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين قالوا أن إيران أرسلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، وكشفت المصادر ذاتها أن بروكسل وواشنطن في صدد فرض عقوبات جديدة على طهران ردا على هذا التحرك. ضيوفنا في هذا الحوار الليلة من موسكو الكاتب والباحث السياسي أندري مورتازين، ومن كييف الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شوماكوف. يعني المفارقة على ما يبدو أوكرانيا تطالب بصواريخ بعيدة المدى، وعلى ما يبدو موسكو تحتاج إلى صواريخ قصيرة المدى. دعني أبدأ معك سيد أندري مورتازين بداية بما استمعنا إليه الآن نقلا عن الول ستريت جورنال. لماذا موسكو بحاجة إلى هذه الصواريخ قصيرة المدى التي زودتها بها طهران؟ مساء الخير. مساء النور. أنا لا أؤكد المعلومات أن روسيا قد استلمت من إيران الصواريخ قصيرة المدى. هذا المعلومات الواردة من طرف وول ستريت جورنال هذا غير الموثوقة بالنسبة لي. لكن لماذا تحتاجها؟ لماذا تحتاجها سيد أندري؟ روسيا في الحرب روسيا تحتاج إلى جميع أنواع الصواريخ قصيرة وبعيدة ومتوسطة المدى، يعني نحن نعيش في ظروف الحرب وهذا الشيء ضروري لإصابة الأهداف في عمق العدو، عرض العدو، هذا الشيء طبيعي. تحتاج روسيا، لأن أنا شخصيا لا أرى أي إمكانيات للسلام في الوقت القريب. يعني زيلينسكي يصر على مواصلة الحرب وإجبار روسيا للسلام على شروط زيلينسكي، على شيء مضحك إطلاقا طبعا. وبوتين لن يوافق على أي سلام إلا بعد تحرير أراضي كورسك وتنفيذ الشروط التي تقدمها. إن كان من الطبيعي أن تحتاج موسكو إلى صواريخ بعيدة وقصيرة المدى في حربها هذه ضد أوكرانيا، فلماذا الاستغراب من طلب الرئيس زيلنسكي من الغرب مساعدته في الحصول على هذه الأنواع نفسها من الصواريخ لضرب العمق الروسي؟ أول شيء زيلنسكي يكرر ما يقولون له في واشنطن، وطبعا هو ليس هناك شيء جديد في أقوال زيلنسكي، نفس الشيء كان قبل سنة وقبل السنتين. زيلنسكي يريد الحق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا ويريد أن يفوز وأن يتغلب على روسيا، وهذا أوهام زيلنسكي، هذا واضح في الميدان الوضع مختلف.
في الميدان روسيا تتقدم في الجبهة دونيتسك ولوغانسك، وأعتقد بعد قليل ستطرد القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك. أنا سأعود للحديث عن كورسك حقيقة، لكن المجمع العسكري يتعامل بشكل جيد. خلينا نذهب بهذه النقطة حتى لا نتأخر على السيد فولوديمير شوماكوف. أيضا سيد أندري، زيلنسكي الرئيس الأوكراني يعيش في الأوهام، والميدان يقول شيء مختلف تماما، فالقوات الروسية تتقدم في المحاور الشرقية. سيد فولوديمير شوماكوف، ما الذي تحققه كييف من كل هذه التطورات التي اختارتها خلال الشهر الماضي؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي من أوكرانيا. أوهام وأيضا التباجح من قبل روسيا، نحن نسمع لمدة سنة ونصف بأن جيش أوكراني مضروب على وشك الاستسلام، ولكن لنكون صريحين، في نهاية المطاف روسيا صدقت في دعاية نفسها، في دعاية خاصة بها، وحتى هي كانت وأهملت تنفيذ خطوط دفاعية في محافظة كورسك. لنكون صريحين، جيش رقم 2 على المستوى العالم غرق في مستنقع حرب. روسيا التي أرادت استيلاء كل أوكرانيا هي لا تستطيع حتى لحماية أراضيها. ما هو تقدم جيش روسي في منطقة دونباس محافظتين؟ منطقة دونباس تتكون من محافظتين. تقدم روس لمدة سنتين ونصف تقريبا 40 كيلومتر فقط، ولكن جدير بالذكر بأن روسيا هاجمت منطقة دونباس في سنة 2014 واحتلت عاصمتين المحافظتين في هذه المنطقة. يعني اليوم وأمس أفاد السيد سيرسكي قائد جيش أوكراني بأن قوات مسلحة أوكرانية أخيرا وقفت روس قرب محافظة مدينة مازوريتان باكروفسك في محافظة دونيتسك. يعني أكيد اليوم أوكرانيا تتواصل من غرب تزويدها بأسلحة مختلفة، لأن اليوم نحن نشاهد بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بذخائر بصواريخ باليستية، تولي شائعات بأن إيران سوف تزود روسيا بصواريخ باليستية مختلفة، روسيا اليوم تحصل مساعدة من إيران بمسيرات مختلفة. يعني نحن نشاهد بأن توجد لروسيا مساعدة كبيرة من كل حلفائها. نعم، نحن نحصل على مساعدة كبيرة، ولكن في آن واحد أخيرا أوكرانيا حصلت على صواريخ بعيد مدى تكامس من أمريكا، ولكن وجدنا بأن يوجد حدود حول العدم كصف عمق روسيا. يدور حديث عن مطارات روسية حربية روسية التي روسيا تقصف مدن أوكرانية. لكن هل ستحصل سيد فولوديمير؟ هناك تساؤل كبير، حصلت على هذه الأسلحة من الغرب بعد تأخر كبير والكل يعلم ذلك، وأوكرانيا لا تزال تعاني، لكن هل ستحصل كييف على الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ بعيدة المدى باتجاه العمق الروسي؟ هذا السؤال الأكبر. والله يا ريت. اليوم أفاد السيد أوستين وزير الدفاع الأمريكي بأن ما في داعي لأوكرانيا استخدام صواريخ بعيد مدى تكامس. وقالها بصوت عالي أنه لا حل عسكري لهذا الصراع، وفي ذلك مؤشر أمريكي كبير على أنه الولايات المتحدة تريد إنهاء هذه الحرب بالطرق الدبلوماسية. هل السيد بوتين يرغب السلام بصفة عامة؟ هو يرغب السلام على شروط روسية، يعني استسلام أوكرانيا؟ أنا لا أعتقد بأن من الممكن معالجة الوضع في أقرب الوقت بطريقة الدبلوماسية. أولا، ثانيا، شروط روسية هي غير مقبولة لأوكرانيا بصفة عامة. شروط روسية هذا استسلام، نحن نعرف بمعنى استسلام هذا. بعد ذلك روسيا سوف تنتهج إبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني. خلال اليوم هذا حرب صراحة استعمارية على محك وجود أوكرانيا، على محك وجود شعب أوكرانيا. نحن نشاهد بأن باستحواذ شيطاني روسيا ترغب تدمير أوكرانيا. كل يوم هي تقصف مدن أوكرانية بصواريخ باليستية. اليوم روسيا استهدفت مدينة في محافظة دنيبرو وحصلت بخمس صواريخ باليستية وحصلت ضحايا
أكثر من 50 شخصا. نفس الشيء قبل يومين روسيا قصفت مدينة بولتافا، قبل مدينة خاركيف، واستهدفت عموما بنية تحتية سكنية أوكرانيا. وهذا يعني سيد فولوديمير، هذا يعني أن موسكو تحقق أهدافها. خليني أسأل السيد أندري مرتزين إن كنت مخطئة في ذلك. سيد أندري، من بعد الدخول إلى كيرسك، من بعد دخول القوات الأوكرانية إلى كيرسك، لاحظنا تحولا في الميدان، ميدان المعارك في الداخل الأوكراني، تحديدا في الشرق الأوكراني، بالإضافة طبعا إلى استهدافات طالت العاصمة. هل يعني أن موسكو اتخذت قرارها في حسم هذه المعركة؟ أول شيء بعد تدخل إلى مقاطعة كورسك، الجانب الأوكراني، الجيش الأوكراني قد تكبد الخسائر الفادحة، 9000 شخص. السيد فلاديمير لا يتكلم عن هذه الخسائر، ولا لا يتكلم عن الخسائر في الضبابات وفي الطائرات، لا كلمة. الخسائر موجودة سيد أندري، المساحة الخسائر موجودة في الحرب، وأنت ذكرت ذلك في بداية الحوار، لكن المهم بالنسبة للجانب الأوكراني صحيح، ولكن أكثر بعشر مرات من لا تزال داخل الروسية، الأراضي الروسية، وهذا أمر يعني ما بعتقد السيد بوتين يقبله. أول شيء المساحة التي قد احتلت أوكرانيا يمكن مقارنتها مع قطاع غزة، 10 كيلومترات في العمق، 40 كيلومتر في العرض. هذه المسافة كبيرة بالنسبة للفلسطينيين، بالنسبة لروسيا هذا لا شيء إطلاقا. وليس هناك المناطق الحيوية والمراكز الحيوية، طبعا إجلاء العدد الكبير من السكان البدنيين، وأعتقد أنه بعد قليل ستطرد القوات الأوكرانية من هذه المنطقة. هذا أولا. ثانيا، روسيا بالفعل هاجمت المواقع العسكرية في بولتافا، دمروا مركز التدريب وقتلوا هناك حوالي 500 شخص، ومن ضمنهم العسكريين الأوكرانيين والكثير من المرتزقة من فرنسا، من بريطانيا ومن الدول الأخرى. السيد فلاديمير لا يتكلم عن هذا، لا يتكلم السيد فلاديمير عن قتل المرتزقة في دنيبرو وفي مقاطعة أوديسا، لا كلمة. يقول أن روسيا تستهدف المدنيين، هذا الكلام غير صحيح. لكن روسيا هل ستحقق ما تريده خلال هذا التحول؟ هذا كان سؤالي سيد مرتزين. بلا شك روسيا ستحقق الأهداف، ولكن تحقق الأهداف تدريجيا بدون الخسائر الفادحة. بوتين اقترح نموذج السلام، طبعا زملاء في كييف وفي الولايات المتحدة يعتبرون أن هذا هو الاستسلام، أما روسيا ترى أن المعادلة زيلينسكي هي الاستسلام، ولكن برأيي معادلة زيلينسكي هي المعادلة أنزلت إلى كييف من واشنطن، هي حتى المكتوبة بالأسلوب الإنجليزي وليس بالروسي. هذا ترجمة من الإنجليزية للروسية. شو يا سيد شوماكوف، على ما يبدو بحسب قراءة السيد مرتزين في هذه المرحلة، يعني الرئيس الأوكراني زيلينسكي يأخذ كل هذه الرسائل، خلينا نقول، من الغرب، وبنهاية المطاف قرار السلم ليس بيده في هذه المرحلة. يقول إنه بوتين اقترح نموذج السلام ويحقق أهدافه بطريقة تدريجية في الداخل الأوكراني. يعني كما أنا قلت سابقا، تباعد حروص تحويل معلومات بأن خسائر أوكرانية هائلة، أوكرانيا لوشك استسلام، ولكن بالمناسبة مجتمع روسيا تواجه سؤال إلى بوتين، كيف حدث عندما أوكرانيا لوشك استسلام مضروبة وروسيا خسرت 100 مستوطنة تحت سيطرة قوات مسلحة أوكرانية، 1200 كيلومتر مربع أراضي في روسيا، ضيف من روسيا يقول بأن هذا لا شيء، أوكي خليص تبقي هذا الأراضي لأوكرانيا إذا هذا الأراضي ليست ما فيها أهمية لروسيا، ولكن ضيف من روسيا لم يذكر بأن جيش إرهابي روسيا قتل 60,000 مدني هنا في أوكرانيا، بأن روسيا دمرت بشكل كامل 21 مدينة هنا في أوكرانيا، حصيلة جرحى 70,000، والله عندنا المستشفيات مليانة بأطفال معوقين،
أوكرانيا اليوم مغسولة بدم ودموع أطفال ونساء أوكرانية. روسيا تقول بأنها هجمت لأوكرانيا للدفاع نفسها. أكيد هذا هورا. أوكرانيا هي حتى ليست مرشحة الدخول في ناتو. والله نحن نشاهد بأن ناتو هي حتى تخاف ظلها. بأن ناتو هي تخاف حتى لاستهداف مسيرات وصواريخ روسية التي تدخل في جو ناتو. يدور في جو دول ناتو. يدور حديثا بولندا ورومانيا. سيد زيلينسكي هو ورغم ذلك سيد فولوديمير، رغم ذلك لم تتخذ دول الناتو لربما الإجراءات الضرورية لحسم هذه الحرب لصالح أوكرانيا. وقد يمكن تناولنا هذا الملف مرات ومرات في غرفة الأخبار، لكن بنظرك كيف يمكن إنهاء هذه المعاناة الإنسانية؟ الرئيس بوتين لمح إلى إمكانية التفاوض وقال أن موسكو لم تقف يوما في وجه مخطط ومسار السلام، وكان قد عدد أيضا عددا من الدول التي بإمكانها أن تلعب دور الوسيط. أين نحن من ذلك اليوم؟ نحن أكيد ممكن نقول في مأزق، لأن ما هي أهداف السيد بوتين؟ هل هو يرغب الأربع محافظات؟ أكيد لا. سيد بوتين يرغب إعادة البناء اتحاد سوفيتي، لديه طموحات إمبراطورية. وبهذا السبب قبل هجوم أوكرانيا سيد بوتين طالب من ناتو انسحاب قواته إلى حدود سنة 1991، يعني إلى حدود الاتحاد السوفيتي السابق. يعني هو يرغب رجوع في منطقة نفوذ روسيا جمهورية سوفيتية السابقة، وأيضا الاتحاد الأوروبي يدور حديثا أوروبا الشرقية، رومانيا، ليتوانيا، لاتويا، بولندا، والخ. يعني نحن هنا في أوكرانيا ندرك بأن خطة بوتين وخطة سلام بوتين غير مقبولة لأوكرانيا. هو يطلب من أوكرانيا انسحاب قوات مسالحة أوكرانية من أربع محافظات التي تحت سيطرة جزئيا قوات مسالحة أوكرانية أيضا، وهو يطلب من أوكرانيا نزع السلاح وضمانات حول عدم الدخول في الاتحاد الأوروبي وفي ناتو. لنكون صريحين، لا توجد أي ثقة لروسيا، لأن وفقا للمذاكرة بودابشت أوكرانيا نعزت ترسانة نووية، طائرة استراتيجية، وحصلت على ضمانات أمنية من دول نووية ومن سخرية الكادر من روسيا حول حماية أوكرانيا، حول عدم استخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا والوحدة أراضي أوكرانية. واليوم روسيا هددت أكثر من 60 مرة باستخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا. نحن ندرك بأن روسيا سوف تستخدم هذه المهلة مفاوضات وسوف تعزز قواتها وسوف تهاجم أوكرانيا مرة ثانية، ولكن على نطاق واسع، وحرب ستكون ثانية دموية للغاية. سيد مرتزين، لا ثقة في روسيا، خطة سلام بوتين غير مقبولة أوكرانيا، وبالتالي الكل يعلم إن أردنا أن نناقش حقيقة في هذا الملف، لا يمكن للحرب أن تنتهي إلا من خلال تقديم تنازلات من قبل الجانبين. ما الذي يمكن أن تقدم روسيا في هذه المرحلة؟ روسيا قد تقدم ضمانات الأمن لأوكرانيا بعد انسحاب القوات الأوكرانية من المقاطعات الجديدة الروسية، يعني دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتين زاباروجيا وخيرسون. فيما يخص المذكرة بودابست 94، هذه المذكرة كانت موقعة قبل توسع حلف ناتو، قبل دخول جمهوريات بلطيق انضمامها إلى حلف الناتو، قبل توسع حلف إلى الحدود الروسية مباشرة. كان أوكرانيا الخط الأحمر، والولايات المتحدة عرفت ذلك تماما، وهنري كيسنجر كان يتكلم كثيرا عن هذا. كان من الأفضل أن تكون أوكرانيا جسرا بين الشرق والغرب، ولكن النخبة الأمريكية اشترت النخبة الأوكرانية من أجل الحرب ضد روسيا، لكن زملائي في كييف لا يتكلمون ذلك، وهذا صار بالفعل. وطبعا روسيا لن تتنازل في هذا الجدال، واعتقد ان الوفاق ربما يمكن الحصول عليه بعد الانتخابات في الولايات المتحدة. والكل يراهن على هذه الانتخابات، الكل يراهن على وصول ومع إدارة تماما على وصول ترامب إلى السلطة. سيد فولوديمير شوماكوف، ترامب كان قد أكد أنه سينهي هذه الحرب بأقل من 24 ساعة، كيف يمكن لذلك أن يحصل؟
أكيد تصريحات شعبوية من قبل السيد ترامب، دعونا نتذكر في أيام رئاسته هو وعد بأنه سوف يتفق مع زعيم كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، ولكن أكيد هو فاشل. نفس الحكاية هنا عموما، هذه تصريحات شعبوية، ولكن بصراحة توجد لدي شواهد جدية بأن في حالة انتصار السيد ترامب ستكون لدي أوكرانيا مشاكل كبيرة، بأن أوكرانيا لن تحصل على أي مساعدة مالية وعسكرية من قبل ترامب. يعني بصفة عامة نحن نشاهد بأن حرب طويلة هي ليست في صالح ليس فقط لأوكرانيا ولكن أيضا لأمريكا والاتحاد الأوروبي. نشاهد بأن تغير الوضع في الاتحاد الأوروبي، يفوزون هناك سياسيين راديكاليين يمينيين الذين موالين لروسيا. كل هذه العوامل أكيد هذا الأمر مقلق جدا لأوكرانيا، ولكن لأوكرانيا حل وسط بصراحة، هذا طرد روس من أراضي أوكرانية وانضمام إلى ناتو. لماذا؟ لأن لنكون صراحين، أغلبية ساحقة من الجيران روسيا هربت تحت مظلة ناتو. لماذا؟ بسبب طموحات متهورة روسيا، طموحات إمبراطورية حول رجوع في منطقة نفوذ هؤلاء كل هذه الدول. ولكن نحن أوكرانيا لا نرغب رجوع في هذا سجن الشعوب المضطهدة تحت اسم اتحاد روسي. هل ستخرج أوكرانيا من كيرسك قريبا جدا؟ أقل من نصف دقيقة. هذا غير معروف، كما نحن نشاهد أوكرانيا تشاهد خطوط دفاعية وتحسينات عسكرية، هذا يعني بأن أوكرانيا هناك ترغب أن تكون لمدة طويلة. شكرا على هذه المداخلة الليلة معنا فولوديمير شوماكوف الدبلوماسي الأوكراني السابق من كييف، والشكر موصول لضيفي من موسكو الكاتب والبحث السياسي أندري مورتازين. شكرا لكما.